حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم راح نحكي بها عن موضوع حي يهم الناس، يهم المواطنين، يهم أهالي بغداد بشكل أخص، اللي هو أراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، ما يقدر ب 120 ألف دونم، مصادرتها، عرضها على الاستثمار، تسليمها الشركتين، تبعات هذا الأمر، الأهالي وين راح يكون مصيرهم، التعويضات وين، كل هذا راح نناقشه وراء الفاصل. ولكن أتحدى أي أحد أن يجد جندياً أو مقاتلاً واحداً غير عراقي يقاتل مع القوات العراقية ويقاتل معنا في العراق. كل الذين يطاحون الأرض العراقية هم عراقيون. قاسم سليماني له دور أساسي ومهم في العلاقة بين فصائل المقاومة، في دعم الحج الشعبي، الدماء الإيرانية من حرس الثوري، من قوة القدس، من أصحاب قاسم سليماني اللي شاركوا معانا في المعارك في العراق وسال دماءهم على أرض العراق. دول أجوا للعراق ما كانوا عندهم فد هدف معين غير المشتركات العقائدية والمذهبية اللي تربطنا وياهم. اللي موجود داخل العراق هو فد قوة اسمها الحرس الثوري، ونحن في العراق لا يقاتل على الأرض إلا العراقيون، واسمها الحرس الثوري لأنه تحافظ على مبادئ الثورة الإسلامية في العالم وليس في إيران فقط، تحافظ على الإسلام وخط المسلمين ودافع عن المسلمين ومقدسات المسلمين في كل العالم. بداية يعني اللي قاله سيقول الحرس الثوري هيك وهيك وهيك، أقول له يعني يا حيف على أهل بغداد يفسرون للحرس الثوري. أرحب بكم من جديد، أرقام البرنامج ظهرت أسفل الشاشة، أي شخص يريد يتصل بينا واحد من هاي الأرقام الثلاثة يقدر يتصل بينا ونسمع صوته ورأيه حول الموضوع اللي طرحناه، وهي ما غاية الحكومة في مصادرة أراضي بغداد وعرضها على الاستثمار. عندنا رقم آخر لبرنامج الواتساب، أي شخص ما يقدر يتصل بينا وما يقدر يبلغنا صوته أو يوصل رسالته احنا ملزمين نقرا لها عن طريق برنامج الواتساب. انوه انه هذا الرقم ما اقدر استقبل به اي اتصال لا على البرنامج ولا على العادي. الموضوع اللي هو مطار بغداد، يعني عفوا الاراضي اللي حوالين مطار بغداد. عادل المحلاوي يقول اكو جهات وصفها مشبوهه هي اللي عرضت مساحات شاسعه من اراضي حول مطار بغداد للاستثمار. احمد الجبوري يقول أنه شركتين استثماريتين وراءها شبهات فساد ومشاركة بتهجير قسري. أيضا عندنا تحالف القوى يقول قرار مجلس الوزراء عرض أراضي محيط مطار بغداد للاستثمار استمرار في مخططات التغيير السكاني في المحافظة. أيضا يعني التغيير الديموغرافي مو بس بهاي الأراضي، في ثمان محافظات يعني تعيش هذا الإشكال. محمد إقبال عمر يقول أنه قرار مجلس الوزراء القاضي باستثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد قرار غير مدروس ويحتوي على شبهات فساد خطيرة. وحدة جميلة تقول أن تحويل الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي إلى هيئة الاستثمار دون تعويض مادي لأصحاب هذه الأراضي يعد بمثابة تهجير قسري ل 300 ألف مواطن يعيشون بتلك المناطق، يعني تحديدا أو بشكل أوسع تكون هي في منطقة الرضوانية، وأنه مساحة الأرض المحيطة بمطار بغداد 106 ألف دونم، وهي أملاك صرفت لأهالي بسندات عثمانية وأخرى عائدة للإصلاح الزراعي وتعود إلى 200 سنة سابقة. هيئة علماء المسلمين أصدرت بيان وقالت بأنه مصادرة الحكومة للأراضي بمحيط مطار بغداد يكون ضمن سياسات حكومات الاحتلال في التغيير الديموغرافي، وأن الحكومة الحالية بهذا الإجراء تؤكد طائفيتها المقيتة وتلبس هذه الطائفية لباس القانون، وأهدافها هي تغيير التركيبة السكانية لمناطق محيط بغداد وبعض المحافظات الأخرى، وهو ما حذرت منه هيئة علماء المسلمين في العراق مرارا. هذا بشكل سريع ما دار في الأيام السابقة حول هذه الأراضي. مطار بغداد تابع إلى ناحية أبو غريب مكانا، أنا دا أقصد حوالي أكو أراضي شاسعة تقدر ما بين 120 ألف إلى أكثر من من 106 ألاف إلى 120 ألف دونم. انعرضت هذه الأراضي بقرار حكومي على الاستثمار. زين، أنتوا عندكم استثمار، تردون تبنون أشياء جديدة، تردون توسعون المطار، تردون تبنون ملاحق إلى المطار، هذا كله ناخذ بعين الاعتبار ونقول على العين والرأس، لكن أنه تصدر قرار بمصادرة أملاك الدولة بدون تعويض أهاليها
هذا ما مقبول. تصدر قرار انه تاخذ هاي الاملاك وتطرد اهاليها وين يروحون؟ زين انت ذول الناس عايشين بها ابا عجد، واكو ناس عندها سندات عثمانيه، واكو ناس سندات للمصرف الزراعي او للاستثمار الزراعي، اكو ناس عندها سندات ملكيه بهاي الاراضي، اكو اراضي زراعيه بيها، شلون راح تحول الاراضي الزراعيه الى سكنيه او استثماريه؟ يعني اكو اجراءات كثيره انتم صرفتوا بيها بالطريق الصحيح. لو فقط والله انا عجبتني هاي القاع اخذها اصدر بها قرار، امشي يا اخي العزيز انت اطلع من قاعك وهاي القاع صارت إلي وتعايا الشركة الفلانية استثمري لي إياها. زين إذا هي أرض مصنفة زراعية ما يصير استثمارية وما تتحول استثمارية، وإذا أرض سكنية هم تتحول استثمارية لازم تحولها تجارية. فأنت شنو اللي سويته حتى تأخذ هاي القاع من أهاليها؟ أول اتصال ويانا اليوم أبو فيصل من السعودية، حياك الله. أبو فيصل مساء الخير. مساء النور. كيف حالك أستاذ؟ هلا بيك. تحية لك وتحية القناة الرافدين، تحية الكادر القناة، تحية الشعب العراقي الرافض للاحتلال، اجتماع الاحتلال. حياك وبياك. بالنسبة ما يجري، بالنسبة ما تقوم به عصابة الخضراء من جرائم ضد الشعب العراقي هي شيء طبيعي، لكن اللوم والله والعتب على الشعب العراقي. فهذه الحكومة هي حكومة أتى بها الاحتلال، فهذا شيء طبيعي. هي تحول العراق إلى حتى أسمع بالأخبار يقول لك إلى منفى للأسلحة النووية والمحرمة في مدن العراق خصوصا المدن الغربية. فالعتب وكل العتب على الشعب العراقي، ماذا ينتظر من هذا على الشعب العراقي النزوح والشعوب العربية؟ وكلنا نعيد تأييد كامل ما يفعل الشعب العراقي، ونطالب من الشعب العراقي أن ينهض وأن يعيد أمجاده. وهذه الحكومة حكومة إجرام لا تمثل كرامة العراق ولا تمثل تاريخ العراق. هذه عصابات تابعة لابن العاهرة الخميني. وتحية لك وعاش العراق إن شاء الله. حياك الله وبياك وأشكرك ومشكور على هذا الكلام. عندنا اللجنة الاقتصادية عن طريق عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار النيابية عبد السلام مالك يقول أنه هاي القضية هي قضية خيانة وطنية ومشروع غير وطني، لأنه هاي القضية هي منح أراضي تعد مساحة استراتيجية مجاورة لمطار بغداد إلى مستثمر أجنبي أنفق على تصميم هذه المشاريع الجديدة اللي على أساس راح يسووها عشرات ملايين دولارات من الجانبين العراقي والأمريكي، ومنحت هاي الأراضي إلى مستثمر أجنبي حتى يرجع يبيعها إلى عراقيين أو إلى مستثمرين عراقيين. يعني يأخذون قاع من عراقيين بدون وجه حق، لأن أكو أملاك وأكو عقود أو سندات ملكية بهاي القيعان، يأخذوها من عندهم ينطوها إلى مستثمر أجنبي، هذا المستثمر الأجنبي يرجع يبيعها إلى مستثمر عراقي. أرد أسأل الحكومة، أنتوا إذا عندكم مشروع يستوجب بناء بهاي القيعان، يعني أنا اللي أعرفه أنه بتخطيط المدن، واللي قاري عن موضوع تخطيط المدن، مثلا مدينة دايردون يتوسعون بها ورسموا خطوط لشوارع جديدة، أحد الشوارع دخل في مقبرة. من المفترض اللي أعرفه أني أنه الدولة، وصارت في ثمانينيات وسبعينيات القرن الماضي بالعراق تحديدا، أنه الدولة كانت تدز قاضي وضابط من الجيش وواحد من مركز الشرطة ومختار المنطقة يشوفون الشارع هذا على أي قبر يمشي، يجيبون أهله يا بش هذا القبر راح ننقل مكانه إلى مكان ثاني بميزانية الدولة، لأنه هنا راح يصير شارع، هذا قبر، فما بالك بمكان هو بيت سكني أو مزرعة ناس يعني تسترزق من عندها أو قاع صاحبها يريدها ما يريد يبيعها ولا يريد يستثمرها مثلا. فأنت لما تجي تأخذ القاع من واحد حي وعايش وتقول له هاي القاع مو قاعك، أنا عندي أمر من عادل عبد المهدي أنه هاي القاع صارت ماتي ومش يطلع برا، زين هذا وين يطي وجهه؟ زين انتو قبل هذا كله عرضتوا المشروع على اهالي الرضوانية انه او غيرها او المناطق المجاورة للرضوانية وقلتوا لهم انه احنا راح نبني فلان شي، راح نسوي فلان شي، راح ياب المزرعة راح ناخذها نعطيكم مكانها بغير مكان، راح نعطيكم تسهيلات، نعطيكم تعويض مادي حتى تروحون الغير مكان وترسخون رجليكم وتقعدون.
يعني القضية كلها فساد بفساد بفساد. أريد أسأل الحكومة العراقية وأتمنى الناس تتصل وتحكي بهذا الموضوع. سؤالي هو ليش كل شيء يندار بالعراق فساد؟ عقود الدفاع فساد، عقود النفط فساد، عقود الاتصالات فساد، عقود البناء والأعمار فساد، النازحين عقودها فساد، الحصة التموينية عقودها فساد، والاستثمار فساد. ليش كل شيء بالعراق صاير فساد بفساد؟ دمرت الموصل من عاد بناها، دمرت الأنبار من عاد بناها، دمرت صلاح الدين ما عدت بناها، دمرت حزام بغداد ما عدت بناها، هسه جايين على مطار بغداد، باشر أكبر فدلة راح تطول مطار بغداد نفسه للاستثمار. ما أعرف. محمد من الموصل حياك الله. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أنا أهنيكم على هذا البرنامج. حياك الله. وأريد أحسب كل تفاصيل هاي الشغلة، هي هاي العقود وبشغلة الأراضي المغتصبة بدها تأخذها هاي الحكومة هسه. نعم. فأقول هاي شغلة الأراضي المستثمرة، هاي الشغلة أنا أقول شغلة إيرانية تريد ما تخلي أثر للعراقيين بأرض العراق، وتريد تستولى على أراضيهم، وتريد تستولى على أراضي السنة يعني بالأحرى. نعم. معني؟ نعم. ألو. وياك محمد. حبيبي بالنسبة لهاي الحكومة طالق 15 سنة ما 16 سنة. أي. قدمت العراقيين شنو؟ تهجير، قتل، تسليب، هجرة داخل الغير دول. الو وياك. الو محمد. اريد العراقيين يستوعبون شويه وشويه يصحون على روحهم. ايه ما قاعد يصحون. ما اعرف صدام حسين عمي، بالنسبه لصدام حسين ما سوى ايش بالعراقيين، لا هجرهم لا قتلهم، كنا بخير وامان وكنا مرتاحين ها، ونمشي بعزه وهيبه بكل دوله. نعم. يا اخواننا ذولا ما ادري منين مو منين، على الدبابات الامريكيه طببوهم وخلوهم يلعبون شاطي باطي بالعراقيين، رايحين يوم جايين، ويوميه كذبه ويوميه كلاو، وفلان انقتل وفلان انذبح وفلان، كلها هاي لو يصفنوا العراقيين بينهم وبين نفسهم. هاي الشغلات اللي قاعده تصير ها. نعم. هاي الشغلات كلها شغله متسوتين ايرانيين حتى في سبيل يستولون على العراق، وعلى مثل ما يقول يديرون يعني شو مثل ما يقول يحركون الحكومه العراقيه براحتهم، وما يخلون اصلا اثر للعراقي. نعم. هم الايرانيين الايرانيين بالنسبه للايرانيين ها، لو صفنوا العراقيين على نفسهم، مو كتلوا ما ادري بيا ما اتذكر بيا سنه 400 الف سنه بايران سوى عليهم ثوره، هي هاي نفسها، هم جابوا داعش، هم بدلوا العراقيين، هم طيحوا حظ العراقيين. نعم. شكرا لك اخ محمد من محافظه الموصل كان ويانا، من محافظه القادسيه مهند، حياك الله يا مهند. ايضا الميليشيات الاجراميه الايرانيه والميليشيات الحكوميه الموجوده اللي هجرت المدنيين في الانبار وجاله والموصل واللي دخلت في داعش، ايضا عشوائيه القضاء على هذه الميليشيات وتخفيفها من المدن المحتله من قبل هذه الميليشيات الايرانيه كامله، حتى عوده النازحين، الى متى تبقى النازحين في الانبار وفي الموصل وفي جاله وفي بقيه الاماكن الاخرى؟ أي بسوى تخفيف للنازحين. وجي من ناحية أخرى هناك قواعد عسكرية أمريكية، إلى متى تبقى القواعد العسكرية الأمريكية في العراق هنا ها؟ إلى متى تبقى؟ صدقني ما لا يصلح العراق إلا بعد زوال هذه القواعد العسكرية الأمريكية والحكومة التابعة لها.
كل هذه المأساة اللي تبقى، هذه المأساة في ظل هذه الحكومات وفي ظل كل هالقواعد العسكرية وكل هالميليشيات هذه الإيرانية. اي والله أخ مهند أرد أسألك سؤال. أنت تقول أنا أتمنى القضاء على هذه الميليشيات، هسه عادل عبد المهدي صدر قرار بأنه الميليشيات تعوف الأحزاب وتشيل أساميها وتنضم إلى الجيش وتكون تحت اسم قوة واحدة هي الجيش العراقي، تتوقع عادل عبد المهدي راح يقدر يسوي هذا الشيء لو لا؟ لا ما يقدر، لأن أكثر هاي الميليشيات ليس مرتبطة تحت هاي الحكومة، أكو ميليشيات مرتبطة بإيران إيران تدعمها بالسلاح وبالمال وكل شيء، فلا يمكن هناك ميليشيات أخرى مرتبطة بالحكومة يمكن الحكومة قادرة على قيادتها مع الجيش الحكومي. ليش هي بس الميليشيات تدعمها إيران؟ يعني إيران ما تدعم الحكومة؟ ليش هم منو جاب عادل عبد المهدي مو إيران؟ إيران صحيح هذا إيراني جابت عادل عبد المهدي وبقية وزراء الآخرين المرتبطين بالأحزاب المؤيدة إلى إيران. أكو وزراء حكومة عادل عبد المهدي، هذه الوزراء هذه الوزراء يتبعون للأحزاب اللي مدعومة من إيرانيا. نعم نعم شكرا شكرا لك اخ مهند. يعني مهند من 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 حكى بهذا الموضوع، مهند يعني حكى بطريقه تفرح لانه عارف اللعبه اللي تريد تلعبها الحكومه لارضاء ايران، عارف انه هاي الحكومه مو جايه السواد عيون العراقيين ولا جايه تخدم العراقيين، هي ايش سوت للعراق اصلا. سعد من الكويت حياك الله يا سعد. يا هلا بيك يا أستاذ يا محترم. أولاً نتساءل بحرية ورقي وديمقراطية، يجب تعويض الأهالي يا أستاذي، يجب نعم. تعويض الأوادم، يعني ما يجوز مصادرة حقوق الأوادم والناس، الاستيلاء والتدليس جريمة النكراء، لا يجوز مرفوض مخالف للقانون يا أستاذي. لكن نعم. ما موقف البرلمان والحكومة من هذا الموضوع؟ التهكير وحرق البساتين والمحاصيل الزراعية وكذلك تلوث مياه العراق جريمة النكراء يا أستاذي. كذلك لا. يا أستاذي إحنا عندنا بعد بالكويت بعد زي ما عندكم، عندكم عندنا واللي عندنا عندكم، يعني فيه يا أستاذ بالنسبة إحنا إذا ركبنا السيارة نعلن الشهادة من تهور السائق ورعونة الأوادم، مثلا عائلة وافد ومقيم، يعني لا يحترم الطريق ولا يحترم الأوادم ويقل أدبه ويتطاول ويؤذي البلاد والعباد ويلوث المياه ويلوث الطريق والشارع والطريق يا أستاذي، طفح الكيل يا أستاذي، وهذا لا يجوز مخالف للقانون والإنسانية. تحياتي لك وآخر الكلام ابعد عنا كل هم وألم وآلام. تحياتي اللهم آمين. شكرا شكرا لك أخ سعد. يعني أخ سعد أو باقي المشاهدين، أنا أحب أقول لكم كلمة واحدة اللي هي خير بقاع الأرض هن الحرمين، الحرم المكي والحرم النبوي الشريف للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما الحكومة السعودية رادت توسع، تعرفون تاريخ التوسعات اللي صارت بالحرمين نفسهم، ما أتوقع أنه أخذت الأراضي داير ما دايرها، وهاي خير أماكن الأرض، الأولى هي قبلتنا والثانية مفهوم بها نبينا. لكن من تجي تأخذ شيء غصب من ناس هي عايشة به وهو مكانها وتسترزق منها القاع، وهي أراضي زراعية يزرعون بها اللي بيعوه ويعيشون من وراه، وغصبا ما عليهم لازم ينطوه والدولة ما تعطيهم شيء، هذا ظلم، ظلم ما من وراه ظلم. أم زمزم من بغداد حياك الله. تحياتنا لحضرتك استاذ أفل، وتحياتنا لكادر القناة، وتحياتنا لكل عربي وعراقي شريف. حياك الله اختي. الله يسلمك استاذ أفل. نعم. هم المدن العراقية اخذوها بالسرة، تهجير وقتل وسجون، اخذوا دياله، اخذوا الموصل، صلاح الدين، كركو، كل المحافظات، هسه وصلوا بالسرة وصلوا الى بغداد. بغداد اتبعوا ذيك المناطق، اتبعوا طريقة داعش، داعش اللي هم أسسوها استاذ، والله هم أسسوها الميليشيات، قادة الميليشيات أسسوها مع الأمريكان، مع أوباما، مع الإيرانيين، وخلوا العراقيين واحد يقتل الآخر. فبهالطريقة قضوا على هاي المحافظات اللي ذكرتها، وصل السرى إلى بغداد.
وصل السرى إلى بغداد، بغداد ابتكروا لها طريقة أخرى، حجة الاستثمار، حجة الاستثمار. بس أنا أقول للأهل هاي المناطق عندهم طابوا بأسمائهم، عندهم من زمن العثماني، أرجو منهم أن يطلبون من بعض ممثليهم الأحرار الوطني، أكو ممثلين أحرار وطنيين يقدموها تجويل القضية، يعني شلون يقدموها للمحاكم الدولية. أستاذ أكو محاكم دولية يقدمون أوراقهم الرسمية إلى هذه المحاكم. أطلب من ممثلين هاي المناطق بيهم ناس وطنيين مثل هذا عبد الكريم عطان، واحدة من أراضيه اللي راح تدمر بهذا المشروع. بينما أنا أسأل الممثلين مثل أنت يا رئيس البرلمان والفالح العيساوي وغيرهم، أنتوا مو تمثلون هاي المناطق؟ تعال أقول لك، أنت يومية تلتقي بالأمريكان، إيش تقول لهم للأمريكان؟ يومية تلتقي بالإيراني، إيش تسوي أنت؟ إيش تسوي؟ فهمني، ها؟ غير تدافع عن ناسك. استاذ واليوم عندنا هادي العامري ويا استاذ العفو. نعم. اي استاذ هادي العامري اللي يلتقي اليوم بالسفير الروسي، وش يتناقشون على اي شيء؟ انه السفير الروسي يقول له احنا نريد استثمارات نفطيه، نريد استثمارات نفطيه. يعني هادي العامري النائب عريف الهارب بالجيش العراقي السابق، والله استاذ كان نائب عريف بالجيش العراقي السابق، من اندلعت الحرب العراقيه الايرانيه من خنافيته وخوفه انهزم الايران. استاذ انهزم الايران، هسه صاير ان هادي العامري مقاومه، يا نعم. مقاومه استاذ، قولت غيث التميمي اللي هو ايضا شيعي، لكن صدق يعني نحيي غيث التميمي، احد المعارضين موجود الان بلندن، ما يسميها مقاومه، يقول مقاوله. استاذ مقاوله كلها مقاولات دا ياخذون ذولا. زين انت تلتقي بالسفير الروسي، شو تقول له؟ راح نعطيك نفط العراق واحمي لي ايران من الامريكان؟ يحمي لك إيران من الأمريكان؟ يعني مستعدين ينطون نفط العراق بس يحمون إيران. ليش؟ لأن كانوا هاربين بإيران ولفتهم بالعهود السابقة. أستاذ يطلع أن حامد الموسوي اللي هو من كتلة بدر، شي يقول ماكو أي يعني سجين في منطقة جرف الصخر، سمها جرف النصر، وأهل مناطق الفلوجة والرمادي والصقلاوية كلهم موجودين هناك. يطلع أن حامد الموسوي المجرم اللي هو مو كتلة بدر، يقول ما موجود أحد في منطقة جرف الصخر. استاذ مو بس خونة، مجرمين ذول بحق نعم. العراقيين. يعني هم ليش العفو لو طولت على حضرتك؟ لا تفضلي. يدافعون نعم، هم ليش يدافعون عن إيران؟ لأن هم هي حاميتهم وقعدتهم على الكرسي أستاذ. حمتهم وقعدتهم على الكرسي. انطوها العراق كله. عندك أملاء أستاذ، يطلع أن هذا هاشم الكندي اللي هو أحد رؤوس حزب الله اللي سموه حزب الله، بريء منهم الله سبحانه وتعالى، ونجاح محمد علي. أستاذ يدافعون دفاع مستميت عن إيران، يدافعون. ذولا شنو من 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 بشر؟ شنو من بشر ذولا؟ يعني مصالحهم فوق الكل. وحتى هسه اليوم أعزي أستاذ، كل واحد وطني يضربوه. أعزي السيد مدير عام الدفاع المدني السيد موهان مدير عام الدفاع المدني، من احترقت مزارع الحنطة راح هذا الشخصية الكبيرة راح بدفسة من بغداد إلى الموصل يطفي الحرائق في هذه المناطق. وش طلع لقاء تلفزيوني أو سوى وياه لقاء بذيك المناطق، قال رغم الحرائق، والحرائق كانت متعمدة، قال رغم الحرائق فإن العراق اكتفى هذا العام اكتفاء ذاتي من الحنطة. استاذ اليوم سووا، حركوا البينات وحجة عشائر في منطقة الفضلية، قتلوا ابنه وضربوا ابن أخوه. أي واحد وطني ما يريد أستاذ، ما يريد. وأعزيه هذا السيد موهان على هذا المصاب الجلل اللي أصابه. نعم، شكرا لك. عندنا اتصال، محمد من البصرة، حياك الله يا محمد. السلام عليكم يا فقر الرافدين. عليك السلام والرحمة والإكرام. وإلى قناة الرافدين وإلى عامليها ومشاهديها ومستمعيها وإلى مخرجنا العزيز. حياك الله. أستاذ أفل،
تجريد الأراضي العراقية من أصحابها بحجة الاستثمار، هذا مخطط إيراني، وهذا يسمى بالدولة والدولة العميقة، يفعلون كما تفعل إسرائيل في القدس المحتلة. هذا هو مشروع إيران. يعني أبو جهاد، أبو جهاد الهاشمي لما نتعين جابوا لنا إياه منك من طهران وخلوه مستشار عادل زوية. يعني شنو وظيفته؟ افراغ الاهالي من اراضيها، وهذه الاراضي البعض منها زراعيه. هذا هو الدستور الامريكي الايراني اللي وضعوا لنا اياه وسلق لنا اياه سلك باربع اشهر. ولك الله يا عراق. هذا من جهه. الجهه الثانيه هسه قبل شويه ذكرت رئيس عادل زويه اللي يسمونه رئيس وزراء، رئاسه الديوان لرئاسه الوزراء العراقي يضم الحشد الميليشياوي الى الاجهزه الامنيه والعسكريه والمدنيه والى الدوائر الحكوميه، وهذا يدل اعطاء صبغه قانونيه وشرعيه على خراب العراق. هذه جريمه منظمه من تجارة السوء ايران. عادل زوية يعطي الضوء الاخضر الى الميليشيات لقتل ونهب العراقيين المنظم، وهذا طبعا ما تسمح به الدول يعني القانون الدولي. يعني حكومه جاي تخطط لدمار العراق. يعني هم شنو اللي خلوه ما باعوا؟ خلينا نشوف يعني شنو، وشنو اللي خل يعني جردوه من كل شيء، من كل شيء جردوا العراقيين والعراق. يعني والله العظيم، يعني والله حتى عجز التعبير يا استاذ أفن، والله عجز التعبير عن دول. يعني حتى كلامنا خلص. يعني إذا يعني تنادي، من تنادي حكومة عميلة، ذولي ناس متسلطة على العراق، وأنا ذكرتها وأذكرها وأرجع أذكرها، ذولي اللي جايين كلهم كونة وعملاء وجواسيس. يعني اشتكرة جميع عدم يا أستاذ أبد، هذا اللي إحنا نقدر نقوله. والله سبحانه وتعالى شلون يفرجها علينا. زين، هذا رقم، وهذا أمر رقم اثنين. بالنسبة إحنا الاعتقالات في البصرة طبعا رجعت علينا، قاموا يحتفلون بالمتظاهرين ويحتفلون حتى بالشباب اللي اصلا بالشوارع، يلزمون شباب بالشارع. يعني يحاولون انه شلون نسميها بالدرجة العراقية، ياخذون بوشهم. يعني قالوا له شوف انت كل شيء ما مسوي احنا هيك نسوي بيك، فما بالك على بالك تطلع مظاهرات. هذا من جاي يخططها؟ خططها ايران. يعني يردون الوضع انه كانه الهم. يعني يردون الشباب تسكت. اثق بال على فيسبوك، هذا طلعوا بالتلفزيون اللي راد ينتحر يشنق نفسه من الجسر. هذا طبعا شنو، هو رجل يدرس على الهندسه. زين، يعني شاف نفسه تعب وقدم وضحى وتالي ما يلقى له حتى وظيفه عمل. هو مهندس، فما بالك بالانسان اللي ما يقرا ويكتب؟ هذا وين يودونه؟ يعني شلون يذبونه بالبحر؟ وين تودوه؟ يعني وين تودون هاي الناس اللي هذا؟ نعم، ما يصير هالشكل. يعني ملينا والله العظيم، ملينا يا استاذ. نعم، يعني شكرا 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 اخ محمد من مصر. مصطفى حياك الله يا مصطفى. ايوه، السلام عليكم استاذ افل. عليك السلام والرحمه والاكرام. اسمح لي احييك واحيي علمائنا وسادتنا ونحيي اهالينا في جميع المحافظات العراقيه من جميع الاديان. حياك وبياك. حيات أبنائكم في الكرة والنجوع المصرية يحيوكم ويتفاعلوا معكم، ومطمئنين إن شاء الله النصر قريب بإذن الله تعالى. أما يا سيدي بالنسبة لعصابة الاستعمار الخاينة الجبانة اللي ملهاش لا دين ولا وطن ولا ينتموا الوطن، دول بيبيعوا يا سيدي المطارات والأرض بحجة بغطاء باسم مستثمر كما يسمى. لكن يا سيدي دول بيبيعوا الوطن بطريقة يعني إيه؟ بغطاء، بيعملوا له غطاء. هم باعوا كل شيء، باعوا الدين وباعوا الوطن وباعوا العروبة وباعوا لا نعترف بهم أصلا. دي عصابة استعمار ممنهج، عصابة إجرامية تعمل تحت مظلة المجرم الإرهابي الأمريكي، الاحتلال الأمريكي، والمجرم النظام الإيراني الصفوي العميل الجبان، كيان صهيوني وكيان إيراني، واستعمار أمريكي يدعم هنا وهنا، وإحنا في النص في المنتصف. يقتلوا الدين بالدين، والعشيرة بالعشيرة، والقبيلة بالقبيلة، والطائفة بالطائفة. المهم ان العربي يموت ويقتل اخوه المسلم واخوه المسيحي وكل اللي لم تقتل بعدها بادواتهم الخونة الدبنة. فيا سيدي دول لا نعترف بهم ولا نقر بحكم بانهم حكومة. دي عصابة لا تمثل الشعب العراقي، الشعب العراقي رفضهم. والدليل على كلامي، لو رجالة وعندهم شرف يسيبوا الشعب العراقي يخرج في الميدان
يعبر عن نفسه، ولو هم فيهم رجل شريف وعنده كرامه هم ما عندهمش الاول، فالتنقل يعني لو ينزلوا بس يمشوا في وسط الشعب من غير الميليشيات والعصابات، ويشوفوا الشعب هيعمل فيهم ايه؟ بالكنداره على وجوههم الخبيثه الجبانه. يا عم ما لهمش شرعيه، عم شرعيتهم ساقطه ساقطه ما لهمش اي ذنب. هو في حد عايش في وطن وينتمي لدوله ثانيه؟ ينتمي لدوله حتى فارسيه مجرمه نظامها قاتل؟ ده جيت للمسلمين قبل اليهود، يهودي، النظام الايراني نظام يهودي صهيوني، مع احترامنا لليهود العرب، العرب اليهود العرب المسلمين اخواتنا، اخواتنا في الوطن حتى في الانسانيه، لكن الخونه الصهاينه والنظام الايراني الصهيوني يا سيدي. طيب. فمن واجبنا، من واجبنا وانسانيتنا ان احنا نطردوهم، لان دول بيقتلوا الدين بالدين والطائفه بالطائفه، ويسقط الاستعمار، ويسقط النظام الايراني الجبان، ويسقط كل من يقتل للانسان عربي او مسلم او غير مسلم، وان شاء الله النصر قريب، ونحيي ونشكر رجال المقاومه العراقيه الابطال الشجعان، وان شاء الله النصر قريب، يا شمس المقاومه اطلعي، يا شمس المقاومه اطلعي، تغذي ترعرعي، ازدهري ازدهري، اصطعي اصطعي، غطي منشئي ومنبعي، يا شمس المقاومه اطلعي. وانا اشكر حضرتك جدا. شكرا شكرا لك اخ مصطفى. بالبدايه تحيه اهل العراق وتحيه من اهل العراق لك ولكل اخواننا واهلنا في دوله مصر الشقيقه. ام زمزم ذكرت المحافظات العراقيه، طبعا انا ذولا ما اسميهم لا عندهم فكر ثوري ولا عندهم فكر قومي ولا عندهم فكر آري ولا يعني الفكر الثوري تلقيهم فيدل كاسترو، تشي جيفارا ومن شابهه، الفكر الآري تلقيهم هتلر، ذولا فكر فارسي فقط لأنهم لا تابعين الثورة ولا تابعين إلى قيادة ولا عندهم حب الوطنهم ولا عندهم حب الوطنهم. ذولا الناس عندهم أجندة يردون ينفذوها، هي أجندة إيرانية فارسية بحتة. دمروا نينوى وصلاح الدين والتأميم والأنبار وديالة وجرف الصخر في بابل وحزام بغداد عسكريا، ودمروا أهلنا بالجنوب بغير طريقة، لا هجروهم ولا دخلوا لهم دبابة ولا كتلوا من عندهم أحد، لكن دمروهم بانقطاع الخدمات عنهم بشكل نهائي، بحيث الناس معايشة، فهم أتوا لتدمير العراق بس. أبو عمر من السليمانية، حياك الله يا أبو عمر. السلام عليكم استاذ أكرم. عليك السلام والرحمة والإكرام. الله يحفظك استاذ أكرم. بصراحة برنامجكم يعجبني، مو ما يعجبني، خاصة مع علينا اللي هي القناة الوحيدة اللي دافع عن حقوق أهل البلد مثل ما يقول، أهل الأرض والوطن. بس بصراحة أشوف كثير من المواضيع يهبط معنويات الناس، يعني ماكو بسيط من الأمل ينطلق من هذا الكلام، بحيث انه هذول مثل لهم وجود باذن الله. مثل مثل يعني هاي القرارات اللي تصدر ما اشوف محاربتها بشكل حقيقي من خلال برامجنا، بحيث احنا نثبت بايمان الناس بانه احنا موعودين. بس ابو عمر يعني احنا واجبنا مو نقعد نقود الناس، احنا واجبنا دا نذكر الناس، دا نحط لهم امام عيونهم اللي دا يصير قدامهم، ونذكرهم انه ترى هذا دا يصير خطا وهذا دا يصير مو صواب، ودا نقولهم ترى انتم الامر بايديكم، يعني احنا فقط حافز لنقل الحقيقه من المصدر الى المتلقي اللي هم الناس. وياك انا وياك، بس يحتاج الى رفع معنويات الناس. احنا عندنا دين، احنا عندنا اعظم دين من كل الاديان، عندنا القران والسنه النبويه، احنا لازم نرفع من معنويات الناس، احنا ما نبقى بس ننقل المصدر، لكن نخلط وياه شويه دين، ما يجوز ان نتركه قد مره، ما نتركه يعني نهائيا، لكن نخلي الناس انه تخلي الله بين عيونها، تحترم دينها، ترجع الى دينها. احنا عندنا علامات وعندنا نبوءات بالقران وبالسنه النبويه، يعني اليهود عندهم تدخل وزاره الدفاع عند قطعه حافرها من الذهب يقول ارض اسرائيل من الفرات الى النيل، يعني هسه هم بالفرات، هسه هاي الفرات الاوسط النجف وكربلاء تمام كلها على الفرات الاوسط والناصريه، يعني هاي تعتبر مناطق جنوبيه لكن بالفرات الاوسط، هاي الغربيه كلها بالفرات الاوسط. زين هاي اسرائيل الايران، طيب يقول لك هذا ميراث داوود. بس ابو عمر انت تقول ابو عمر من رخصتك انا حتى نكون واقعيين، يعني خلينا نحكي بواقعيه،
يا إيجابية موجودة بالعراق حتى أمدحها. الطين إيجابيات. وين أكو يا عمر؟ تهجير الناس إيجابية. لو الطائفية اللي جتي وراء الاحتلال إيجابية. لو قتل الناس على الهوية لا لا. إيجابية. اسمح لي. إحنا ما أذكرني ما أذكر إيجابيات. إحنا لازم أن نثبت من عزيمة الناس. تدري أنت أبو السكري يا سيدي دمار، تدري أبو الضغط دمار، تدري أنت متهزول. هذا بعد ما بقت عنده معنويات، هذا المهجر خطيه، هذا المعتقد. فإحنا نقول لازم نساعده بأي شكل من الكلمات الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة، نرفع من معنوياتهم. إحنا نحبط بالزايد وبالزايد. هذه ما لها علاقة بالطائفية، طائفية طائفية هي موجودة. الحرب القومية الفارسية علينا موجودة. ابن الوطن وابن القومية صار أخلص حتى من الكلمة أجلكم الله للفارسي المجوسي. شنو السبب؟ شنو اللي خلي يطلع واحد يجاوبني؟ لا يقول لي لا 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 هذا كلام غير صحيح. هذول عندهم ميراث كسرى يريدون يعيدون، لكن لم يعود. لا بني إسرائيل يعودون ولا كسرى يعود، قسما بالله. أنت انتظر هاي الست شهور القريبة القادمة إن شاء الله، خلال هذه الفترة راح يحصل شيء مستحيل. الله سبحانه وتعالى يقبل بالظلم. فهذا الكفر، الكفر بي والكفر بالقرآن، الكفر بالسنة النبوية، الكفر بالصحابة، الكفر بالإنسانية. بالإنسانية أنت ما مو أنت يعني أبو عمر من رخصك أنت تقول لي أكو إيجابيات. يعني من نجي على واحد أقول له حرقة والمزرعة ماتك وقوم يا بطل لا تزعل مزرعتك احترقت. يعني المشكلة أنه مدى أشوف إيجابية واحدة بالعراق حتى أمدحها. كل اللي دا أشوفه يا مدينة دندمر، يا خدمات دا تنخذ، يا قعادة الصادر، ودا أشوف بس سياسي قاعد متمتع. أقول لك أنت آني رايز من عندك، أنت ترفع من معنويات، ثبت من عزيمته. إحنا ما نبقى. الرسول صلى الله عليه وسلم بقى بوحدة بمكة، خرج من مكة ويا مجموعة من المهاجرين، راح للمدينة. الله سبحانه وتعالى فتح عليه. إحنا لازم نعلم جماعتنا على رفع المعنويات، يرفعون مو إيجابيات. لعنة الله علي إذا أنا أذكر إيجابيات هؤلاء السفن الساقطين. لا لا حشاك حشاك، بس أنا حبيت أستفسر من عندك بصورة صحيحة حتى أفهم الموضوع بصورة صحيحة. صاروا تأمر أمر. الله يحفظك. فإحنا نحتاج إلى هذا النوع من الكلام، إلى هذا التأثير. أنت هسه الشيعة بدوا يوعون. شنو سبب وعيهم؟ لأنه حتى الشيعي اللي ضحى بحياته شال سلاح وقتل ابن الوطن، هذا خطية همين من يموت يروح للنجف يودون للنجف. ولا تنسى يا أبو عمر جزء كبير، أبو عمر لا تنسى جزء كبير من توعية الناس هو هذا البرنامج. صحيح وياك، لكن أنا خلينا كمل كلامي. ابن النجف من اللي يقتل في سبيل هؤلاء السفن والصاقين اللي ضحكين عليه يودون للنجف، يأخذون عنده فلوس القبر. يعني مرتدس راجع إلى دوائر التقاعد يساوموها على شرفها، أموالهم يصرفوها، كل شيء يفعلون بهم. طيب وهم ما لحد الآن صار تأمر أمر أبو عمر وتدلل وحاضر وعلى راسي. وأشكرك على اتصالك من الإمارات محمد، حياك الله يا أخي محمد. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. أشكر قناتكم. حياك الله. والله يرحم الشيخ ضاري ويرحم والديك، وإن شاء الله يوفق الشيخ مثنى في الحق ضد ذول الباطلين. اللهم آمين. نعم صدقني بالقرآن والله العلي العظيم. أنا في الإمارات. نعم رحت ذاك اليوم على واحد إيراني عندي شغلة وياه. نعم قال أنت عراقي أنت تابعين إمنا. نعم هاي الحكومة حكومة إيرانية بحتة 100% إيران دولتهم إيران الأم. نعم الله بوش جاهم وانتقم من عندنا عليهم. نعم كان يحلم إيران يطب للعراق. نعم انقطع الاتصال يا محمد. يعني اكو كلمة واحدة اريد اعلق عليها، ومو على محمد، اريد اعلق على هذا الايراني اللي قايل له انت عراقي تابع لنا. من زمن اشور وعيلام، فارس قبل ما كانت موجودة ولا كان اسمها دولة فارس، كان اسمها عيلام او ارض عيلام. عمر العراق ما كان تابع لها.
الفترة الوحيدة اللي صارت العراق امبراطورية إلى دولة فارس، وإيوان كسرى موجود على أطراف بغداد. لما كانت دولة كسرى أو امبراطورية فارس بعظمتها اللي اشتهرت بها بتلك الفترة، وكانت امبراطورية بتلك الفترة لحد ما جو المسلمين بقيادة سعد بن أبي الوقاص في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وانتهت دولة فارس ورجع العراق مثل ما كان قبل. بحياته العراقي ما كان تابع الإيراني ولا كان تابع الأحد، وطول عمر العراقي كان رائد في كل شيء، في حروب الدول العربية كان رائد، وبالعلم كان رائد، وبالبناء كان رائد، وبكل شيء. بس يجي إيران يقول أنت تابع لنا، العتب مو عليه، العتب على حكومتنا. عندنا اتصال. أبو مصطفى من السويد، حياك الله يا أبو مصطفى. السلام عليكم أخرفا. عليك السلام والرحمة والإكرام. تحية لك وتحية القناة الرافدين. حياك وبياك. أي الله جزاك الله خير. والله أخرف هم أخروا أكبر مدينة وراء بغداد الموصل، منطقة سنية بالمكشوف بعد. جوا على الرمادي أخذوا الرمادي، جوا على صلاح الدين وسامرة أخذوها 2006 و2017 وأهل السنة. اليوم نفس بصورة غير مباشرة. طبعا هم بيحتالون على شو الاستثمار. هاي الأراضي تقريبا 16,000 دونم، 16,000 دونم يعني هواية. زين إذا أنتم عندكم طبعا هذا مشروع وهمي للعلم، يعني ماكو لا شركات ولا هذا. زين هسه بيقشمرون المن، بيقشمرون السياسيين السنة. اليوم هسه طلعوا بدا يحكون وما شنو هم، يعني كل شيء ما راح يسوون طبعا للأمانة، كل شيء ما راح يسوون. الأوامر من فوق، الأوامر إيرانية. هذا حزام بغداد، حزام بغداد أكثريتها سنة، كلها سنة 90% 95% هي سنة هم. فاليوم يريد يهجروهم. بال 2006 2007 هجروا أهل السنة. نعم. فموصل، الرمادي، صلاح الدين، هاي يعني تغيير ديموغرافي. فاليوم بحجة الاستثمار طبعا، وهي عشان اكو شركات، طبعا شركات وهمية كذب ماكو ولا كل شيء ماكو، يريد يطلعون أهل السنة. فهو هذا يعني عقاب، عقاب لأهل السنة. فأنا أقول هاي أرضنا احنا، صح طلعنا أنا وغيري طلعنا، بس والله العظيم هاي أرضنا، ناخذها من عندكم إلى يوم الدين، مو اليوم باكر، مو باكر بعد سنة، مو أنا أولادي، مو أولادي أحفادي. زين فأنتوا يا أولاد كسرى اللي إذا تحكمون اليوم بالعراق، ألا لعنة الله عليكم إلى يوم الدين، من صغيركم إلى كبيركم، وحسبي الله ونعم الوكيل. وأشكرك أنا ما أقول لهم صحة ويموت مع أخي. شكرا، عندك الصحة والعافية يا ربي وأجر عافية يا رب. ومشكور على هذا الاتصال. على برنامج واتساب عندي رسالة من أبو حاتم من الموصل، يقول السلام عليكم أستاذ أفل، تحية طيبة لك ولكادر القناة والمشاهدين. هاي صفحة أخرى من صفحات الاحتلال ضد الشعب العراقي، استخدمها الاحتلال الأمريكي الإيراني حرب على السنة في هذه المناطق المحيطة بمطار بغداد وغيرها من المناطق في العراق. الغرض منها إذلال أهلها لمصلحة الاحتلال بأنواعه، واليوم معروف إدارة البلد بيد العدو. ماذا ننتظر من العدو؟ الرحمة لا ترتجو منه ذلك، والقرار بيد الشعب، عليه أن ينتفض ويزيل غبار الاحتلال، شلع قلعهم والعملاء. والعزة لله والشعب العراقي ولرسوله الكريم. السلام عليكم. رسالة أخرى يقول أوجه سؤالي لعلماء العراق، لماذا السكوت على من ادعى أنه عالم إسلامي وتحكم بمصير العراق وهو لا يمتلك محاضرة إسلامية ولو لدقيقة واحدة، ولا يمتلك أي بحث إسلامي يثبت أنه عالم، بل رفض الجنسية العراقية وجنس أبنائه بالجنسية البريطانية ليرسو ثروات العراق بمصارف لندن. نعم هذه حقيقة السيستاني الذي باع العراق. كنا نسمع أن السيستاني لا يتدخل بالسياسة، وكل عراقي تيقن أن السيستاني هو تحكم بمصير العراق، فلا ينصب وزير ولا رئيس وزراء إلا بموافقته، طبعا بعد زيارة وفود المحتلين والاتفاق على الشخصية التي تقود العراق، مع العلم أنه لم يشاهد أي عراقي أو لم يشاهد أي عراقي السيستاني وهو يسجد أو يركع لله طوال حياته ولا يقرأ كتاب الله قط. هذه حقيقة أو حقيقة من تحكم بمصير العراق. رسالة أخرى يقول تحية لي أخي أفل ولصوت الحق،
الناطق بمعاناة العراق، الرافدين، القتل نسمعه يوميا في كل أنحاء العراق، لكن في العراق نسمع بما يجري للوطنيين الشرفاء، أصبحوا هم الذين يتعرضون للقتل من قبل ميليشيات جارة سوء إيران، لذلك وجبت محاسبتهم على كل أفعالهم ليسكتوا الأصوات الوطنية التي تريد فضح إرهابهم، ضرورة محاسبة كل متورط بالقتل والسلب والنهب والسرقات والفساد المستشري المالي والإداري، الثورة ضدهم والخلاص منهم. القضية وما بها أنه بالعراق اليوم عندنا مو حكومة ولا سلطة، يعني عندنا إحنا مجموعة عصابة سموها مسيطرة على الوضع، هي اللي تتحكم بمقدرات البلد. النفط العراقي وين مبيوق؟ خيرات العراق وين مبيوقة؟ أراضي العراق وين مصادرة مبيوقة مبيوعة؟ وش تردون سموها؟ السيستاني نفسه صدر فتوى بتحريم مقاتلة المحتل، وصدر فتوى بالجهاد الكفائي لإخراج داعش، لكن ما صدر فتوى لإيقاف قرارات الحكومة بتهجير الناس عن أراضيها، ولا كأنه ذول عراقيين ولا يهموا إذا كان هو عراقي أصلاً وهو مو عراقي، ولا أي مرجع غيره لا سمعنا بالنجفي ولا غيره ولا غيره ولا غيره. عبد اللطيف هميم أبو الوقف السمني كذلك لا حكى ولا قال ولا طلع بيان واحد. القضية وما بيها أنه أكو سياسيين دا يطلعون أمثال أحمد الجبوري وغيره 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 ويقولون هاي فساد وعملية فساد. هذا تصريحك شي يفيدني أنا كمواطن وشي يفيد أهالي المواطن؟ عندنا اتصال. أم أزهار من بغداد، حياك الله أم أزهار. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك وبياك. أنا راح أقدم رسالة إلى الشعب العراقي هذا النايم. تفضل. إحنا ملينا من هذول العصابات. عرفنا إيران وأمريكا وإسرائيل والدول بعض الدول العربية كلها استولت على للأسف الشديد. نعم. ولكن العراقيين أين العراقيين الأصليين؟ وين العراقيين يركضون وراء صدام؟ وين العراقيين اللي كانوا وين العلم العراقي؟ وين العراقيين؟ أنا أنادي العراقيين الأصليين اللي هي هم لازم يدبوا ولازم يقصوا هذا البلد. نعم. من هالجحر اللي احنا فيه ومن هالعملاء اللي جونا من ايران امريكا واسرائيل. اذا اكو شريف اذا حتى اذا ام ازهار انا جدا اسف اعتذر منك واعتذر من الساده المشاهدين الصوت دا يقطع ما اعرف الخلل وين، لكن وصلنا انه انت تناجدين العراقيين انه يرجعون الى اصلهم ويوقفون ضد هاي الوقفه او هاي الهبه ضد العراق الا ما يصح الصحيح في يوم من الايام. حلقه اليوم انتهت مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير بنفس الموعد يوم غد ان شاء الله، في امان الله.